الاهلي هيتدرب هو النهارده برضو خاص يعني في خبر له علاقه بمجموعه الاهلي. الاتحاد الافريقي يعني رفض التظلم بتاع المريخ ضد سيمبا. واحنا لما كلمنا الناس في الاتحاد الافريقي ادونا انطباع ان ده اللي هيحصل، لان مساله الطعن في النتائج الطبيه ما هيش سهله، مش في ايد حد، مش سهله. الاهلي هيتمرن يوم الخميس على ملعب الجوهره الزرقاء في السودان بدلا من الجمعه. الملعب اللي هيستضيف المباراه كان المفروض الاهلي هيتمرن عليه يوم الجمعه قبل المباراه بيوم، لكن الملعب يوم الجمعه هيكون مشغول باستقبال مباراه للهلال في البطوله ايضا. فبالتالي الاهلي هيتمرن الخميس في ملعب الجوهره السوداء استعدادا لمباراه السبت باذن الله. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره قال انه ده المران الاخير اللي هيكون يوم الجمعه، هيبقى على احد الملاعب الفرعيه اللي قريبه من فندق الاقامه. الخماسي الاهلاوي اللي في المنتخب الاولمبي هيخضعوا المسحه الطبيه طبعا، لانه الفتره اللي فاتت كانوا موجودين مع كابتن شوقي غريب علشان ياخدوا تصريح السفر الى السودان. مصطفى شوبير واحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر واكرم توفيق. النهارده كان فيه تمرين مهم جدا للاهلي، بيتسو موسيماني عمل تقسيمه بطول الملعب يا باشمهندس للعيبه، بقت عنده عدد من اللعيبه البدلة في ظل وجود عدد كبير سواء مع المنتخب الاول، دي يمكن لقطات من اللي حضراتكم شايفينها من تمرينة النهارده، عدد كبير مع المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، فبيجهز بيتسو موسيماني كل اللاعبين. هقول لكم بالنسبه لدفتر بقى احوال المصابين اخر حاجه عنها ايه. محمود وحيد طبعا بيأدي برنامج تأهيلي خاص بيه، هينتظم في التدريبات الجماعيه كمان بعد 3 اسابيع. محمد محمود قدامه فتره بتتراوح من 3 اسابيع لشهر عشان يدخل مع الفرقه في تدريبات الكوره ان شاء الله. وليد سليمان الحمد لله الحاوي مشارك وجاهز تحت تصرف بيتسو موسيماني، وعنده كل الاستعدادات للفتره اللي جايه يشارك بشكل قوي، وشفتوه في المباراه الوديه اللي كانت بين الفريق الاول وفي الشباب شارك وليد وظهر بحاله بدنيه جيده. حمدي فتحي طبعا بعد اصابته مع المنتخب بكسر في احدى عظمتي الذراع هيتم وضع الكعبره، اسمها الكعبره، مش راضي تقول هي متكعبره، هي متكعبره متكعبره معاه قوي حمد الله، عظمه الكعبره صحيح. هيخضع لفحوصات طبيه واشعه اسبوعيا بشكل دوري للاطمئنان على تثبيت العظمه بعد الكبيره اللي تم وضعها على دراعه. علي معلول طبعا في تنسيق كامل بين الجهاز الطبي للنادي الاهلي وجهاز المنتخب التونسي، هنشوف حقيقته النهارده ايه. ده بالنسبه للفريق الاهلي واستعداداته.